يعني داخليه بيتعاونوا معانا كويس جدا وعاملين جهد في توجه اجتماعي في المؤسسات هايله. فالفكره ان احنا عايزين تدابير تبقى التدابير في الجانب القضائي فيها الروح دي، فلو في اي صعوبات يا ريت نعرفها. هي طبعا الصعوبات اللي احنا لقيناها في الاول اللي هي الامريكي يقول لي انا اطبق ادي تدريب تاني فيه. الوزاره بدات تشتغل على الموضوع الامريكي. حضرتك اشتغلت فيه على موضوع الاماكن وفي ملحق. تاني حاجه التاريخ. يعني احنا بنوصي برضه مرارا وتكرارا القاضي قبل طبعا مراقب. المراقب بيعمل في ظروف عمل صعبه وظروف عمل كميه قضايا طبعا مهوله. بس انا لازم القاضي انا بنبهه ناقش التقرير ناقش التقرير ناقش المراقب او الخبير الاجتماعي في التقرير اللي انت بتعمله. طبعا والقاضي بيبص ولا ما بيبصش؟ دي نقطه ثانيه. وبنسبه قد ايه؟ نقطه ثالثه. وبعدين لو هما مش عايزين يبصوا طب احنا نعمل لهم ايه عشان يبصوا؟ باعتبار ان القاضي الخبير الاعلى. طبعا بالظبط. يعني لما انا اصدقت ان انا في اخر ورشه طبعا ان احنا نجيب التفتيش القضائي. التفتيش القضائي بواسطه احدى المستشارين يحضروا ويبينوا اهميه. يعني قال لك ايه بقى ساعتك؟ يعني لازم يثبت في الحكم ان تم مناقشه التدابير الاجتماعيه. تم مناقشته بالتفصيل في التقرير. وبالتالي الصوره ابتدت توضح. لا الحكم بتاع لازم تثبت فيه ان انت ناقشت الخبير الاجتماعي. والعبره طبعا بالعبره بالنقاط هي الرعايه على من يدعي اثبات ذلك. يعني خلاف ذلك يثبت ما يدعيه.